بسم الله الرحمن الرحيم. أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العظيم. أنا الملازم أول مأمون طلاس فرزاد من مرتبات الفرقة 14 قوات خاصة الفوج 54، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن جيش الأسد الخائن وانضمامي للجيش السوري الحر كتيبة أسد الله الغالب التابعة لكتائب الحمزة، وذلك لما رأيته من قصف لمدن آمنة وقتل الأبرياء والنساء والأطفال وخاصة في مدينة الرستن. والله ولي التوفيق. تكبير. الله أكبر. الله أكبر.